أيها الأخوة الكرام، والشيخ بشرى بعد صلاة العصر بشرى صادقة، بشرى عظيمة، بشرى يصب لها كل مسلم ويطيب لها فؤاد كل مؤمن. كيف لا وقد أتانا شاب كريم يبلغ من العمر 25 سنة، أتى من بلاد أوروبا في يعني الإسلام والمعامل، وقد كان اسمه قبل الإسلام إيرانيا، وخال له من أسمائه عبد الواحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على دين الإسلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله فاتحة خير ويمضي وبركة على الإسلام والمسلمين. وأول الآن إن شاء الله سيرتدي شهادة المال الشهادة أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله 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 وهو من أجل من أراد أن يهدى الإسلام. قريبة منكم مضوية في عيونكم.